انطلاقا من الاهتمام بالهوية والتراث والثقافة اليمنية، قرر مجموعة من الفنانين والشعراء والناشطين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي إطلاق ما أسموه بيوم الأغنية اليمنية، والذي تم تحديده على أن يكون الأول من يوليو هذا العام، حيث أقيمت الفعالية الاحتفائية بيوم الأغنية اليمنية أمس الخميس المنصرم في العاصمة صنعاء في بيت الثقافة بحضور عدد كبير من الشباب الواعد. بداية الفكرة هي عبارة عن مجموعة شباب، تمام، قاموا هكذا فكروا ليش ما نجسد الأغنية اليمنية؟ حرام نحن نظلمها، وهي من أصل هويتنا، يعني الهوية اليمنية والموروث الشعبي حقنا غني بكل تفاصيله. فبدأ بهلا الأخ لؤي نزاري، تمام، وإحنا قمنا بتأييده كلنا وتناقلنا بعض الأفكار، يعني مجموعة من الشباب، فما توقعناش إنه هيحصل هذا الزخم يعني كله في مواقع التواصل الاجتماعي. وأعتقد إنه يعني من أكبر الترندات اللي حصلت يعني في المجتمع اليمني ككل. بالنسبة لليوم حبينا إن إحنا نبرز مجموعة من الفنانين المهضومين. ليش؟ لأنه إحنا شباب، إحنا بنتسمع تراثهم، بنرتاح لما نسمع تراثهم، يعني والتراث مش حتى تراثهم، تراثنا إحنا بس، هم بيدوه يعني بأحسن جودة، فلذلك إحنا نشتي نظهرهم كشباب، المفروض إحنا نوقف جنبهم ونوريهم منهم، سواء كفئة يمنية أو فئة عالمية، يعرفوا إيش التراث اليمني، لأنه إحنا من أقدم الحضارات، وهذا شيء يعني المفروض أن كل العالم تعرفه. حوت الفعالية العديد من الأغنيات الجميلة لكبار الفنانين اليمنيين، ولكن بأصوات يمنية شابة، وظهر العديد من الملحنين والعازفين على مختلف الآلات الموسيقية. هذه الفعاليات جميلة ومهمة جدا، إنه نحتفي بتراثنا الراقي والجميل، والتراث اليمني مميز عن غيره من التراثات، إنه متصل بالبيئة جدا، يعني تحس التراث اليمني طالع من أرضية اليمن، من بيئة اليمن، طالع من نفس صافية ونقية ما في له تكلف، وهذا اللي يميز تراثنا. حسينا بتفاعل غير عادي أثناء البث المباشر اللي عملناه في صفحة الأغنية اليمنية، واللي فاجأنا أكثر إيش؟ اللي هم إخواننا العرب، يعني بدأوا إنهم يعلقوا نشي أغنية يا ليالي مثلا، نشي أغنية الحب والبن، يعني إيش عرفهم بهذا الشيء؟ ما إحناش عارفين. فالحمد لله إني وصلت الأغنية اليمنية للوطن العربي ككل، وإن شاء الله إني توصل للعالم. شكرا لكل الشباب الذين فكروا بهذا التفكير الإيجابي، ولكل من نسق وساهم وحضر وصور وغنى ورقص وبكى، لأن اليوم وجدنا اليمن بأجمل حللها، وجدنا كل الفنانين اليمنيين، من مات حضر بروحه، ومن هو عايش حضر أيضا وإن كان غائبا. فشكرا لكل الجميع، استعدنا أرواحنا، استعدنا حياتنا، استعدنا اليمن السعيد. تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأغاني والفنانين، وصدحوا وابتهجوا بأغنيات جميلة وجو فرائحي مبهج، وكأنه العيد احتفاءً بالأغنية اليمنية.